بانه نغلق المصلحه هذه كلها من دون استثناء، نخلي الشركه تخدم على راحتها، نسويو لها الوضعيات البيروقراطيه نتاعها اللي كانت تعاني منها من قبل، طبعا في حدود ما يسمح به القانون، وبعد 4 أشهر نقولوا 5 أشهر الى ابعد تقدير نعاود نرجع باش ندشن هذه المصلحه، وان شاء الله هذه النقطه السوداء اللي عرفتها قسمتنا واللي عرفتها كل الجزائر، يعني تهزت لها الجزائر، تكون ان شاء الله بمثابه العرس في هذا اليوم.